يسعد لي مساكم أعزائنا المشاهدين. بروز البطن واحدة من أهم المشكلات اللي تواجهنا من أجل الحصول على شكل جميل أثناء ارتدائنا الملابس. كثير من السيدات وكثير أيضا من الرجال استخدموا بعض المشدات، بعض الملابس اللي قد تخفي جزء من هذه البطن، لكن اليوم حنتعرف في فقرتنا مع كابتن فواز الطاصان كيف ممكن التخلص من بروز البطن. يسعد لنا مساك كابتن يسعدك. فواز كابتن فواز طبعا حضرتك مدرب رياضة معروف، نبغى نعرف من حضرتك من خلال خبرتك ايش اسباب بروز البطن غير العمر وكبر السن. شوفي حتى العمر وكبر العمر مرتبط بشيء اسمه التمثيل الغذائي اللي هو عملية امداد الجسم للحياة، جزء منها حرق الدهون وبناء العضلات. فهذه العمليتين ممكن تبطأ فيصير الجسم ما يتخلص او يحرق الدهون كمصدر طاقه فتبدا الدهون تتجمع في البطن فتسبب البروز هذا. هذه لو قلنا مبدئيا أوكي. ناس كثير يحسبوا انه العلاج حق المشكله هو اداء التمارين، هي اداء التمارين ممكن يتعامل مع المشكله بشكل سطحي، ولكن الاساس انه الواحد يشوف ايش الخطا اللي موجود في تغذيته. ايش الخطا اللي موجود في تغذيتنا؟ يعني احنا يلا نعمل رياضه، الحين انت كمان فاجاتنا بتقول انه الرياضه مو شيء الحل بالكامل. حقيقي يعني ما هو الحل الاساسي، يعني حتى يعني لما اعطي لاحد برنامج الرياضي حقي ارفق معاه برنامج غذائي واوعده بالنتائج اذا التزم بالبرنامج الغذائي. طيب الحين حندخل في تفاصيل البرنامج الغذائي وندينا سر الخلطه والمستمعين يجهزوا الورقه والقلم عشان يكتبوا الرشته مظبوط، بس قبلها نبغى نعرف متى وكيف تبدا البطن عاده بالبروز. ما في وصفه محدده، يعني مشكله يعني ما في وصفه محدده لان متى تطلع او متى المفروض تطلع، بس دائما لما الواحد يكون صغير في العمر التمثيل الغذائي يكون فيه اسرع، حرق الدهون اسرع فما تبين في الصغر. فناس نسمع ناس كثير يقول والله جسمي كان مره كويس، انا كان صح. جسمي زي جسمك لما كنت صغير أيه. بس لانه ما عالج، لانه استمر على نفس المشاكل او في التغذيه اللي حنتطرق لها بعد. ايوه، والمفروض انه كل سن او كل ما كل عقد من الزمن تبدا تبطا الميتابوليزم اللي هي التمثيل الغذائي فتبدا المشاكل. اشرح لنا شو التمثيل الغذائي بس عشان مو كل التمثيل الغذائي هي يعني مجموعه من التفاعلات تتم في داخل الانسان بغرض الحصول على طاقة أو بناء أنسجة اللي هي الأيض؟ الأيض أيوة. ما شاء الله عليك. فهي الأيض هذه أحيانا تكون سريعة عند بعض الناس بسبب عوامل في حياتهم كويسة، ممكن تكون بطيئة بسبب عوامل سيئة، منها تجويع النفس لساعات طويلة هذه يخلي عملية الأيض بطيئة، منها النوم، عدم النوم الكفاية، يعني خذوا راحتكم دحين الويكند ناموا في غير نوم والنوم في الليل كمان برضو أيوة النوم في الليل له دور. انضباط توقيت النوم أنه ما يكون متلخبط هذا يسوي برضو يخلي الميتابوليزم أفضل أو التمثيل الغذائي. أكل الوجبات الرئيسية وعدم شطبها يعني من قائمة الطعام اليومي، يعني ما يجي يعني مو يقول والله أنا ما تغديت عشان أبغى أنحف، لا تغدى وتعشى ولا تجوعوا نفسكم. كل سناك بين الغداء أيوة والعشاء. وفي الليل لا تجوعوا نفسكم، كثير يقولوا لا تاكلوا بعد الساعة 7، لا تاكلوا بس تاكلوا خضار زائد مصدر بروتيني. والله أنا حاولت أعملها دي اللي بعد الساعة 7 مستحيل يعني. بالعكس. يعني خصوصا إذا حنام واحدة 12 بالليل، يعني هذا المعدل اللي كل الناس أيوة في السعودية بتنام في ذا الوقت يعني. في جدة خصوصا. في جدة خصوصا فمستحيل للساعة 7 ما ناكل شيء عذاب ده أيوة ولا حتى صوم يعني. أيوه فدائما بعد الساعة 7 ممكن تصير تاكلوا مصدر بروتين اللي هو دجاج، سمك، تونة، لحم، زائد خضار. طيب احنا الحين بدأنا ندخل على الروشتة، فدينا الروشتة كيف ايش الأكل اللي يسبب بروز البطن وايش الأكل اللي قد يساهم في شوفي لما نجي نبغى نلخص كيف عملية التخلص من الدهون تتلخص ممكن في 3 خطوات. الأولى اللي هي تقليل نسبة الدهون. الكربوهيدرات في الاكل مش الدهون. كثير مركزين على الدهون، الدهون الدهون هي الاساس. الكربوهيدرات اللي هي متمثله في ايش؟ متمثله في الرز، النشويات، البطاطس. رغم ان البطاطس من الخضر من الخضروات ولكنه يندرج تحت الكربوهيدرات لانه فيه نشويات عاليه يعني مصدر طاقه عالي. فمصدر الطاقه هذا لما ناكله وما نسوي حركه يجلس البطن. ايوه يجلس يتحول لدهون. فالمصدر هذا مصدر طاقة هائل وبرضه لازم ما نستغني عنه بالكامل، نخليه في النهار، في الصباح قبل التمرين،
بس بعد التمرين نبدا نخفف منه، او بعد المجهود بعد وقت الراحه يعني لما قلنا بعد الساعه 7 تبداوا تاكلوا خضار زائد مصدر بروتيني. طيب دحين نرجع تاني، هذا قلنا الخطوه الاولى المتمثله في التخلص من الدهون. الخطوه الثانيه هي تقليل زياده المجهود الجسدي، الرياضي عن طريق ارتفاع ضربات القلب. التمارين الهوائيه مفيده في ارتفاع ضربات القلب. الثالثه ايش زي ايش التمارين معليش كذا اديني الهوائيه؟ أيوه. زي نط الحبل مثلا. بس ممكن لو واحد مره يعاني بوزن زياده حيكون خطير على انه يسوي المشي الجري ممكن. ايوه المشي الجري، عشان كذا دائما يعني المدرب يكون عنده حيز من التمارين كبير. في اشياء مخصصه للناس اللي عندهم الام في الركب فيصيروا يتمرنوا بطريقه ما تألم ركبهم. في ناس لا فت زيك حقليك من هنا المكة تجي ما شاء الله الحمد لله يعني مختلفة. الحل الثالث لو قلنا الحلول الثلاثة، الأول هو تقليل الكربوهيدرات، الثاني هو الحركة الجسدية، الثالثة هي الأنماط السلوكية اليومية اللي هي أنه الواحد يصير التايمينج حق أكله توقيت أكله ثابت. رغم أنه الأكل ممكن ما يكون مرة كويس بس ثبتي أكلك فطور سناك غدا سناك عشاء، هذا حيكون عملية تمثيل الغذاء بجسمك أسرع فحيخفف من استهلاك حفظ جسمك للدهون. واحنا نعتقد انه احنا لو يعني مثلا ما اكلنا فترات طويلة هذا شيء مرة كويس، بالعكس يعني ردة فعل جسمك هنا انه يصير يميل الى تخزين الدهون للاحتياط من حالات التجويع المستمر اللي انت تكرريها عليه. للاسف هذه معلومات يعني كويسه ان احنا بنصححها. طب بالمقابل ايش الاشياء اللي يعني دحين احنا نتكلم عن الاشياء اللي تخفف الاشياء اللي ممكن تحرق الدهون؟ ايوه شوفي انت لو تلاحظي احنا في كلامنا الان ما تكلمنا ابدا عن الكالوريز. طريقة تفاعل الجسم مع الكالوريز لما يكون يميل يعني زي ما ينام كويس ويجوع نفسه كثير يصير يميل إلى حفظ الدهون من هذه الكالوريز. ولكن الإنسان اللي النمط حقه صحي يفطر ويتغدى ويتعشى وينام كويس تفاعل جسمه مع الكالوريز مختلف بأنه يميل إلى تحرق الدهون في هذا الجسم. ممكن احنا الاثنين ناكل نفس الكالوريز بس في واحد لا بينحرق على طول، بينحرق على طول الكالوريز، وفي لا بياخذ منه دهون لانه نظام حياته. لا احنا مشكلتنا كثير في السعوديه بنركز كثير على الكالوريز هذه كم سعره حراريه هذه صح. واحنا ما احنا عارفين اصلا انه كيف نخلي جسمنا لا يتعامل صح مع هذه السعرات الحراريه، يبني منها بدل ما يهدم. المفروض كيف انه يبني منها؟ يعني يبني منها يميل الى مثلا يعني يبني عضلات، يبني انسجه جديده، مو يخزن منها دهون. طيب احنا قلنا على التمارين الرياضيه المعينه تتساوى عند الرجل وعند المراه التمارين؟ ايوه شوفي التمارين احنا تكلمنا عن التمارين الهوائيه، ولكن في دراسات تقول انه خلط التمارين الهوائيه مع تمارين المقاومه اللي هي زي رفع الاثقال حتى للنساء، خلط الاثنين يدي افضل في حرق الدهون في الجسم، يدي نتائج افضل. ايوه في حرق الدهون طبعا باستشاره ايوه طبعا. كثير يقولوا ايش التمرين اللي يشيل البطن؟ ما في تمرين يشيل البطن للاسف. لانه يعني هذا اللي هنا على البطن تكون دهون، الدهون ما تنشد فتمرين البطن ما يشد حاجه يعني. ايش يسوي؟ طب ادينا كذا اشرح لنا. يقوي البطن يحرق مثلا ما يسوي شيء معلش باد نيوز والله كده زعلتنا احنا رايحين النادي كنا خلاص روح النادي بس سووا تمارين لجسمكم كامله تمارين هوائيه للجسم كامل بس تمرين البطن تضيع وقتكم ما من هنا الى يوم السبت تمرنوا بطن ما في والله لا كده زعلتنا. طب دقيقه استنى احنا خلينا ناخذها منطقيا. ايوه ادينا هي منطقيا ايوه. هل الدهون تنشد إذا انحرقت؟ دقيقة هي هي ما تنشد. طب هل احنا نبغى نخلي الجسم يستهلك هذه الدهون كمصدر طاقة؟ أيوة. ما عندنا حل إلا أننا أول نعدل نمطنا أيوة. ونمرن الجسم كامل. ليش؟ لأنه وقتها الجسم لما يحتاج طاقة ممكن ياخذ من الدهون هذه. بس أني أنا أسوي زي كذا أنا أصلا ماني تعبان وأنا أسوي تمرين بطن مو متعب. لا متعب يعني معلش انت كابتن محترف ايوه مو مره متعب متعب على العضله متعب على العضله ايوه صح صح يعني انت بتعبي نفس العضله. هل العضله هذه محتاجه
الان يعني طاقه مره كبيره لدرجه حتلجا للدهون، واحنا اصلا ما نقدر نختار المكان اللي فين الجسم حياخذ منه دهون. أيوة او طبعا. فين اللي يتجمع فيه دهون، ما نقدر نختار. فهل لما احنا نسوي تمرين البطن قاعدين نختار الدهون اللي في البطن؟ لا، كذا صعبتها علينا، احنا اتقناها يعني تمارين كذا البطن وتنتهي المشكله. ايوه اصحابي احيانا زي كذا اكون ماشي، فواز كيف اشيل الكرشه؟ اتوقع خلاص حديله بهذا والله اشيل الكرشه. لا الموضوع يعني شويه. طب في موضوع يعني يعني اكثر تعقيدا، يعني دحين تحت عقل لنا، هو احنا كنا نتوقع انه تشربوا زنجبيل مع ليمون مع مش عارف ايه، هذا يحرق الدهون ويشيل للأسف البطن. للاسف ما يحرق دهون ولا يشيل ولا بطن. هي مو معناتها ما هي مفيده، يعني الناس دائما لما يسمعوني اقول الشاي الاخضر ما يحرق دهون، كاني اقول انه الشاي الاخضر مو مفيد. الشاي الاخضر مفيد، في مضادات اكسده، يرفع الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي يرفع استهلاك الجسم للسعرات الحرارية. ولكن لو حسبنا السعرات الحرارية الزيادة هذه حتكون مرة قليلة، يعني 9 كالوريز، يعني عشان تحرق كيلو دهون واحد يحتاج لك 280 كوب قهوة تشربه يوميا عشان تحرق دهون. طب دحين احنا خلاص انت كده يعني افقدتنا الامل في كل الاشياء. لا الامل فانكم ادينا الامل دحين احنا نبغى فانكم تناموا كويس. ايوه تعاملوا جسمكم كويس، تفطروا وتتغدوا وتتعشوا وما تجوعوا نفسكم ابدا. هذا هو. ونتجنب الكربوهيدرات قد ما نقدر في اوقات معينه، في اوقات الراحه معينة. في اوقات الراحه، ودائما لا تزيدوها عن قبضه يدكم. شايفيني؟ طيب طب التمارين اللي تنصح بها حتى لو يعني تأثيرها؟ دائما أنصح بخلط التمارين الهوائية مع تمارين المقاومة. أنا كثير أنزل في سناب شات في وسائل التواصل الاجتماعي بنتابع. كيف أسوي تمارين في البيت بالبطاط المقاومة. يعني دائما يعني بطاط المقاومة مرة ممتاز بديل للناس اللي ما يقدروا يروحوا النادي. أيوة حنشوفه ده اكيد، يعني حنخصص له حلقه. طب قد ايش لو انا التزمت بالنظام الغذائي واسلوب الحياه اللي قبل شويه ذكرته مع الرياضه، قد ايش ممكن اوصل لنتيجه؟ اول شهر كانه بس جسمك حيحاول، يعني بس كانك حترفع الميتابوليزم، بعدها حتشوف النتائج مره سريعه. بعدها يصير جسمك يعني حتى لما تخبص وجبه وجبتين في الاسبوع ما في مشكله. طيب ثلاثه اربعه حنبدا ان شاء الله من بدايه الشهر الجاي باذن الله تعالى. باذن الله. الله يعني. شكرا لك كابتن فواز الطاسار على هذه المعلومات وهذه الاشياء اللي صححت لنا هي، يعني كنا مبسوطين احنا صراحه، يعني كنا مبسوطين بالرياضه وبرضه في نفس الوقت ما بنعملها، خلاص دحين انت قفلت علينا كل الابواب. يعطيك الف عافيه كابتن فواز. مشاهدينا الكرام، مارسوا الرياضه وعيشوا صح وكلوا صح، وفاصل قصير وبعدها نتابع بقيه فقرات برنامج سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل. المجاملة والكلام المعسول أكثر ما يهم المرأة في العلاقة الزوجية بحسب دراسات حديثة.